بقولك ايه، انا ما اتكلش اوانطة. هتلعب معايا؟ هتلعب معايا بديلك انا ابني سبحة وزرابيني طالعة. انا بقولك اهو. اهلا. يا خبر يا خصوصي، معقوله تعمل في نفسك كده؟ وكتر من قلب كده، احنا بنروح بالدم نفديك اياه بالبله. رد ورايا طلع انت وهو. بنروح بالدم نفديك اياه بالبله. بنروح بالدم نفديك اياه بالبله. بنروح بالدم نفديك اياه بالبله. هو يوم ويوم ويومان، بل انه ثلاثة ايام، وان هذا الانجاز العظيم كويس، انجاز كويس وبالصلاة على النبي. انزل بلاش تاريخ. بس ايه التاريخ اللي انت بتعمله؟ مش زيارة رئيس مجلس الادارة؟ انا متشكرة قوي يا خصوصي، الحقيقة ما كنتش منتظرة استقبال بالشكل ده. لا ازاي ولا يهم، بنروح بالدم نفديك اياه بالبلة. ما تقول هم راحوا فين؟ خصوصي انا احب العمل في صمت، والمرحله دي مش مرحله هتاف. ودب عامل ايه في الشغل يا خصوصي؟ بيطلع لك عينين جدود اللي جابوه. تعالى. دي مش طريقه شغل ابدا، ما ينفعش كده. انا عايز اتفرج على البتاع اللي كانت هتقع وهتدخلنا البتاع. هتتصلح وتبقى عالي العال، ادي احنا ابتدينا. اتفضلي اتفرجي على الشغل، هيعجبك قوي. اتفضلي. ايه الحكايه؟ دي اول مره تنزل وتمر على الشغل. تكتيك يا بني ادم، تكتيك. افهم، جايه تشوفك. إيه انت اتكلمت معاها في حاجه جوه الموضوع بتاعنا؟ يعني كده من بعيد لبعيد. قالت لك ايه؟ يوه يا خصوصي، هو في حاجه ما قالتهاش؟ يوه على اللي قالته. ما فاضلش بقى غير انك انت تطير وتروح تخطبها بنفسك. حبيبه بتصوم يا صاحبي. قمر بنروح بالدم نبديك يا بلبلة. يلا يا عم اتكل على الله وخش كده بقلب جامد. انت مش هتيجي معايا؟ لا اجي معاك ليه؟ اهو عزوه بقى. عزوه؟ انت داخل تحارب، ده موضوع عائلي مفيش غريب يخش فيه. طب ادعي لي ربنا يكرمنا. امين يا رب. يلا يا سيدي، اللهم اجعل كلامنا خفيف على امها. خصوصي نسيت الزيارة. تنت موجودة؟ نعم. تنت فردوس ست انمي الكبيرة. نقول لها مين؟ قول لها العدم. نعم. قول لها خصوصي ابدخل مرحوم الله يرحمه وفشفش الطوبة اللي تحت دماغه. برا. مساء الخير يا تنت. برا. امشي اطلع برا. واقف ليه يا حبيبي؟ بتقول لك امشي اطلع برا. انت يا بني ادم، انت بقول لك انت امشي اطلع برا. ده كلام برضه يا بنت الاصول، ده انا دافع عليك بزياره. ما تشيل ابن سيدك يالا، سيب دي. انا عارفه ان ليلتك مش فايته ليلتي. انت جاي هنا عايز ايه؟ خير ان شاء الله. خير يا تنت؟ خير؟ وانت عيلتك دي يجي من وشها اي خير؟ ليه يا تنت كده يا تنت؟ معلش انا مش هرد عليكي، لكن الوالد ينسيه ولا ايه؟ قوليه؟ انا قوليه يا جربوع يا مقطوع. ومال زي بعض. ماشي. اتكلك عند الكلب حاجه اقول له يا سيدي. انا كلب؟ ده انا ستك وست عيلتك كلها نفر. في ايه يا ماما؟ تعالي يا ست بلبل، تعالي شوفي، تعالي اتفرجي. مين؟ خصوصي؟ ازيك يا خصوصي؟ وحشتك انا مش كده؟ وحشك حنش. اتفضل. ده معقوله يا ماما؟ اتفضل. انا قلت كلمه واحده، اتفضل. معلش ماما عصبيه شويه. انا قلبي دليلي قال لي هتحبي. ما تشوفوا لكم حل. اتفضل ولا اتفضل؟ اتفضل. اقعد طبعا. اتفضل. امرك يا بلبل. كده برضو يا بلبل. استني بس يا ماما، انت اكيد جاي خصوصي عشان بتاع مهم قوي. انا جاي عشان اهم بتاع في الدنيا. يا خبر، يبقى البتاع وقعت. بتاعت ايه اللي وقعت؟ انا جاي عشان العدل. الجواز يعني؟ يمكن بسلامته اشتغل خبه وجايب لك عريس. ايوه، انما ايه؟ عريس لقطه. مش معقول يا خصوصي، شكله ايه بقى البتاع ده؟ شيك جدا وجميل جدا، يعني زي ما تقولي
شكلي كده بالظبط. يبقى يقطع الخميره من البيت. وكمان جدع قوي ومفتح قوي زي حالاتي بالظبط. تبقى خبت الامان راكبه جمل. واذا كان على الاخلاص والامانه اعتبريه كان انا بالظبط. يبقوا سلموا القط مفتاح القرار. والحب يا خصوصي مش اهم حاجه في الجواز، هي الحب. اذا كان على الحب فالحب يتعبى بشكاوي زي الاسمنت. اسمنتايه اسمنتايه، وهو عينه منك زي ما انت كمان عينك منك. عينك انا عينك على عينه. في انا بنت عينها من حد؟ في ايه؟ استني بس يا ماما. ايه؟ مش يمكن سامي بعته عشان يخطبني؟ وده معقوله دي؟ ما يلاقيش الا ده يبعته؟ ده لسه كان بيحذرنا منه. ما هو مهما كان يبقى اسمه ابن عمي، واكيد سامي اختاره عشان كده. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بك يا تانت. بانها فرجت. وهو انت تامر بحاجه يا خصوصي ولا اقدر ارصد لك طلب؟ انت ما تتكلميش ولا كلمه، انا عارف رايك من الاول. برضك راي تانت مهم. يا نايبتي ولا اقدر ارفض لك اي طلب، ده انت ابن عمها وتحكم عليها. يبقى كده استبينا. كان بكتاب امتى ان شاء الله؟ مش لما نعمل خطوبه الاول ولا للدرجه دي مستعجل قوي؟ الا مستعجل، ده انا مستعد اكتب الكتاب دلوقتي وادخل عليك دلوقتي قدام تانت. انت يا خصوصي؟ ايوه انا. الله، مش انا امل حياتك؟ حيا لما تلدعك شكلك مع البت. الله، ايه يا تانت؟ ما كنا كويسين، هترجعي تنقي لي فيها تاني؟ انت يا خصوصي يخطر ببالك انك تتجوزني انا؟ يا دي النيله السودا، انت مش بتحبيني يا بت؟ انا احبك انت؟ ليه؟ اتجننت؟ عانيت؟ عشان تبقي تصدقي الكلام. هما كده اهل ابوكي. ليه كده؟ ليه؟ وانا اللي كنت فاكراك طيب، ومش ممكن ابدا تكون طمعان في فلوسي. انا طمعان في فلوسك؟ ده انا موت ولا تظنيش فيا كده يا بلبل. بس كفايه ما تتكلمش معايا خالص. بلبل تعالى بقى، ما تعيش مستقبلك يا بلبل. انا مش هتاخدها من قصيره بقى وتغور من مشاه، ولا دايلك الشغالين يدقدحوا. خمسه بس يا طنط، انا صارت مشيت عين. يا سعيد يا بلبل يا عنتر يا عباس يا اسعاف يا اسعاف اسعاف يونس. يلا شيلوه على ارموه على بره. بالروح بالدم نفديك يا ابو البلع. 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 طب انا عايز اعوض حلاوتي. حلوة البتاعة دي. حلوة قوي يا سامي، مبروك عليا انا. الله يبارك فيك. ايه ده فيه؟ قلنا منيح نحل بحلوها منيح كلها منيح. ممكن نمرة بيقدموها؟ اللي هيتحرك هينطخ بالنار، فاهم ولا مش فاهم؟ اللي لقيت الفرح ده هيطردك على دماغ اللي فيه. هو ايه اختي ده؟ اسكت يا وليه يا حربايه، ليك حساب بعدين. ايه يا جدعان؟ ايه حكايتك؟ ايه في ايه؟ مين؟ عريس الهنا. ايوه انا عريس الهنا. انت مين؟ انا اللي هطربجها على دماغ اللي جابتك. انا الخت خلفت الخط. نعم اخويا. بقول لك انا الخت جتها للقطه اللي خلفت الخط كبير. انا ولد عم العروسه. ابن عمي ده ايه؟ انت ابن عمي ولا اعرفك؟ انا ولد عمك غصب عنك وعن اللي جابتك. هي راحت فين؟ ايوه عن اللي جابتك دي. انا الخط اخو المرحوم خصوصي، ومعايا كمان دليل الاثبات. ايه؟ ها؟ ايه يا جدع انت؟ ده ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده؟ اتفرجوا يا رجاله، انا معايا تحقيق الشخصيه. صرت انا وخصوصي اخوه لما كنا ولد. بص يا دكتور، بص يا حاج. باشا اقول ايه يا وليه؟ بص يا مسمزال، بس يا استاذ، بس يا سول سول يا استاذ الهمه. انا مش مصدقها. اتفرجوا يا مهايب، اتفرجوا يا جاموس، اتفرجوا. اهي اها اهو ولدي. عين عليها كبدي. عين عليها منيح. خصوص اخوي كمان كان ضاقق على صدره نقش زي الديه، انت ما شفتهوش؟ هتشوفه ازاي يا بني ادم انت؟ اخلص يا وليه، اخلص اللي اقطع حتت واشرب من دمك. اخلص يا لهوي مدحوش. مش يا بني مش معقول يا اخي. تايه انت زودتها خالص. عايز ايه؟ يماي خفت انا منك عاد. اللي انا عايزه منك دلوقتي تورينا عبد جفاك وتنجر من هنا. يمشي ازاي؟ ده خطيبي والنهارده يوم خطوبتنا. وكمان بتقولها بالفم المليان، لابسه الملون وملطخه وجهك وخلقتك
وفرحانة وهتتجوزي وانت ولد عمك مقتول؟ اولا ابن عمها ما ماتش مقتول، ابن عمها موت نفسه. لا ما حصلش. لا حصل. ما كانش يقدر يموت فرخه، خصوص اخوي مات مقتول وانا اللي هاخد بتاره. تاخد بتاره من مين؟ من اللي موته. مين اللي موته؟ هعرفه، ولحد ما اعرفه ما في الجوازه لاقلبها لكم جنازه. قد الديت حنحن بحلوح النيح. قول لا لا النيح. انت فاكر نفسك ايه وتقدر تعمل ايه؟ انا هبلغ البوليس حالا. ايه ولحد ما يجي البوليس هكون خلصت على العريس بتاعي. لا محدش يتحرك عشان خاطري، محدش يعمل حاجه. ايه للدرجه ده هتحبه؟ ما بتحبوش اخويا، بتكرهه كره العمل. خلاص يا ولية، انت كلمتك عشان تتكلمي؟ خلاص خالص. طيب وشوف ام جله، الحكومه جت الوكيت، الحكومه جت السنه الجايه هخلص على عريس قبل ما تيجي الحكومه، وهخلص عليك انتوا كمان. جت الحكومه ولا ما جاتش؟ وانا مالي ذنب ايه يا اخويا؟ مزاجي كده، حد شريكي قد حنين حنحن بحلوح النيح. قول لا النيح. ودلوقتي ولا للخلف دور؟ يعني ايه للخلف دور؟ عشان خاطر يا سامي للخلف دور. حاضر يلا عشان خاطر. ودلوقتي معتدى المارشو على الباب عدل، ومن الباب على بره، ومش عايزك تخط هنا خطوه واحده تاني عشان خاطري يا سامي. معلش. يلا 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 يلا، ما تمشيش ماشي الدهواء، تمشي لجعه بره. سامي سامي سامي، عاجبك كده؟ سامي سامي بس عاجبك اتهزى قدام البنت اللي بحبها، قدام خطيبتي، قدام الناس كلها؟ انا هبلغ البوليس. تعالى بس بوليس ايه دلوقتي؟ هدي اعصابك كده وتعالى تمام برواقه، لحسن الحكايه دي مش اللي هي. ودلوقتي مش عايز اشوف ولا شخص هنا. هعدي واحد اتنين، بعد اتنين ايه يا رجاله؟ سبعه النيح. واحد اتنين سبعه، واللي هشوفه هطير رقبته. اسمك ايه يا ولد ابوي؟ عنتر. ودي عنتر، ودي يا اخوي، ما تخافش، ودي ما تخافش، ودي يا عنتر ما تخافش. ايه منيح منيح. وانت اسمك ايه؟ سعيد يا عمده. ايه سعيد. ايه وانت اسمك ايه يا اخوي؟ اسم تلبي يا عمده. تلبي ولا حليح يا تلبي؟ من جبل يا بلد الحبايب من جبل. ودي الرهاين على المطبخ لغايه ما اصفي حسابي معاهم بعدين. انا حوليت يا رداله. بقيت مليح يا مليح. بقيت مليح؟ اه مليح. يعني الدمع اللولي نزلت دلوقتي؟ يا ترى عيطت على خصوصك ده؟ خصوصي ما يستاهلش، خصوصي سرقني وعشان كده انتحر. خصوصي ما سرقش، عمره ما كان حرامي. خصوصي كان بيحبك. وانت شعرفك؟ اخرسي يا ولية خالص، اخرسي خالص، ما تتكلميش ولا كلمة. وانا فتحت بقي. خصوصي كان بيبعت لي مكاتير. انا مش مصدقاك. ايه يعني انا كذاب؟ لا يا اخوي اسم الله عليك، انت صادق. يا ولية اخرسي يا ولية، اخرسي اللي قطعت حتت دلوقتي. لا وعلى ايه يا اخوي؟ خلاص اهو. خصوصي اخوي كان راجل طيب واتاكل في ملعوب. علشان كده انا اتبليت مصر مخصوص علشان اعرف الحقيقة. انا ما يهمنيش اعرف حاجه، انت تبعد عني وتسيبني في حالي. الكلام ده يا بنت ما اتقالش للخط. وشوف اما اقول لك، من اهله ورايح مفيش خروج من باب البيت، الخروج ممنوع، دخول عريس ولا غيره ممنوع، ولحد ما اثبت الحقيقه واعرف كل حاجه ممنوع ممنوع ممنوع. حب على ايدي يا ولية. وماله يا اخويا؟ هاتهم. بقول لك حب مش تلهطي. حاضر يا اخويا. منين؟ على وين يا شاب؟ رايحه يا سيدي اشتري البتاع. ايه البتاع ايه اللي هتشتريه؟ خمار يعني؟ ايه ده انت؟ خلي عندك، احنا هنشتري اللي هم عايزينه. دي ما فيش خمس دقايق يعني فرك البتاع. قلت لك امشي يا بنت، احنا هنشتري اللي هم عايزينه. اجري امشي، نجري من هنا تساليهم هيدفعوا ايه. يلا نجري. جري يا بتاعت البتاع. اتديت حدوده فيك. قول لا لا مليح. انا لا يمكن اسكت على كده ابدا. يا بنت احنا فقدنا ايه نعمله بس؟ نبلغ البوليس. لا ايوه نبلغ البوليس يا بنتي. لا ده مجرم ويأذينا ويمكن ينفذ تعبيره مع سامي. البوليس يحمينا ما
كنت بسأل عن الخط ده طلع أخطر قتال قتلة فعلا. اسمع يا بلبل، أنا خايف عليك، خلي بالك من نفسك. لا 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 سيسي، أوعى تنرفزيه. لا 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 بوليس إيه؟ بوليس إيه؟ أنت عايزاه يتهور ويقتلك؟ أمال نعمل إيه؟ آه من قادر أشوفك ولا أنت قادر تشوفني؟ يا سلام. مؤقتا بس يا بلبل، مؤقتا مؤقتا، لا لغاية ما الخط ده يزهق ولا يحل عننا ولا احنا نشوف له حل. لا 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 بوليس لا، هيرجع تاني يفتحوا ملف خصوصي ويقولوا لك اختلاسات احنا ما صدقنا قفلنا على الصداع ده يا بلبل كده. طيب يا سامي اللي تشوفه، مع السلامة. ايه بطلبني بعدين؟ ها قالك ايه يا بنتي؟ مش عايزنا نبلغ البوليس. عاقل جدا، لكن انا عايز اكلم مفتش المباحث. ليه بس يا بنتي ليه؟ نساله ناخد رايه نشوف هيقول لنا ايه. نمرته كانت هنا يا اخواتي. ايه الو رشاد بيه؟ الو الو البتاعه اتقطعت، اكيد الخط قطع الخط. يا جدع انت، انا مش بعدت عن بنت عمك زي ما انت قلت لي، عايز مني ايه؟ خصوص اخوي ما كانش حرامي. لا ما تاخذنيش بقى في دي اثبتتها النيابه بالمستندات اللي انت قدمتها. والله دي مستندات الشركه وانا مسؤول عن الشركه. وين هالمستندات دي؟ هناك في النيابه في ملف القضيه. مفيش مستندات ملهاش صوره. هات الصور اللي عندك بدل ما تزعلني منك. والله المستندات دي مستندات الشركه، وهتفضل هنا في خزنه الشركه الصغيره مهما حصل. ماشي ماشي كلامه. كيف نصرف؟ انا مش عايزكم تاثروا رقبتي في العمليه دي يا جدعان. وحد لا مؤاخذه يستجري ياثر رقبتك، ده اللي ياثر رقبتك نقطعها له. الراجل طيب وكان زميلي في زنزانه واحده، وبعدين ده مركزه مش قليل في الاجرام، ده لومانجي قريري. احنا خدامينك وخدامينه، المجرمين لبعضيها، وده العشم برضه. عشان كده اول ما قصدني قلت له محدش هيخدمك غير حبايبي زباين قهوه المخربشين. المخربشين وغير المخربشين، احنا جاهزين وفي الاليستا. اهو المعلم الكبير وصل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا معلم، نورت قهوه المخربشين. منوره باللي فيها. ابو سريع الهجام حرامي شقق وشمام 9 سوابق وهربان من 20 قضيه. مكافح يعني؟ ده بقى الدكتور حرامي الحزن، خزينه البنك الاهلي ما تقصاش عليه. تسلم صوابعك يا ولد ونعم الناس. وده بقى سكر مهندس الانس. بتاع ركن المرأة يعني. اتفضل يا معلم. ايه يا معلم شندي، فهمت الرجالة بتوعك على عملية اخوي؟ وكلهم جدعان وناويين يخدموا، تتغدركم في الجنايات ان شاء الله. شوفوا بقى عاد، حطوا الكلام اللي حجوله حلقة في ودناتكم. العملية دي انا بتكتك لها تكتيك ما يخرش المية. وادي يا عم دفتر الشيكات بتاعه. اهو بده ما اجيبها اللي انا ساوينها. استعجز انا بقى. مع السلامة. اقول لك ايه؟ ما تنساش تبقى تسلم لنا على المزة. يوصل. قلت لك سكر. شوف يا سيدي. ايوه. 1500 جنيه سامي. 2500 جنيه برضه سامي. 1850 جنيه سامي، كل دي رشاوي في شهر واحد. يعني احنا دلوقتي لو حطينا الدفتر ده مع المستندات المزوره يبقى هتطلع براءه انت، والاختلاس هيثبت على سامي. يلا بقى ارجع خصوصي تاني وبلغ البوليس. مش دلوقتي يا مفتح، العمليه لسه ما كملتش. انا التكتيك اللي في نافوخي ابعد من كده بكتير. ازاي؟ دلوقتي سامي هو اللي شجعنا على الانتحار، وهو اللي اجرك عشان تقتلني. يعني لو كنت انا مت كان يبقى هو اللي قتلني. يعني يستاهل الاعدام. غالي والطلب رخيص. حاضر هروح اخلص لك عليه.
هيتقال ان الخط هو اللي قتله والبوليس هيحقق ولعبتنا هتتكشف ونروح في داهيه كلنا. انا هخلي البوليس هو اللي يخلص عليه. انت مبلبح حاجه ولا شامم ولا ايه؟ افهمني بس هقول لك. دلوقتي المستندات والشيكات لما تثبت ان سامي هو اللي مختلس يبقى خصوص انتحر ليه؟ عندك حق. يبقى خصوصي ما انتحرش واتقتل. ويبقى جواب الانتحار اللي مقدمه سامي بامضتي مزور طبعا. وما دام مزور وسامي هو اللي مقدمه يبقى ما فيش غيره هو اللي قتلني. مع سبق الاصرار والترصد والحكومه تفقعه هيعدم. اهو كده. بس اللي اعرفه بقى ان ما فيش اعدام من غير جثه. ايش مشكله؟ احنا نهدي الحكومه بجدتك. ايه الحلاوه دي؟ انت عايز تموتني انا بجد عشان تتدب سامي؟ لا 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 ما تخافش. انت معايا انت بس وشوف انا هعمل ايه. الحاكم ماشي بقى زي اخويا يدي بالليل حقن ماكس وبيشتغل بالنهار تمرجي في المشرحه. ومش حاجه في طلبك يا معلم خط. انت عايز حته شكلها ايه؟ احنا مش عايزين حته، احنا عايزين جته على بعض. اصل احنا عدم المؤاخذه الجته بنسميها حته. طب انا عايز حته زي حته دي. جدع قدك كده في هيئته وكسمه. طب وخلقته؟ ما تهمش لاننا عايزينه غريب بقاله مده تكون ميه غير خلقته. وكمان لو فيها تعب يعني يكون مضروب رصاصه ولا سكينه. غالي وطلب رخيص. خدمه تانيه؟ ايوه. انا ضاجج على صدر الصوره. عايز صورة زيها على صدر المرحوم. من ناحية اطمن هنجيب لك زكريا خبير التزوير يرسمها لك. صح عشان يبقى تزوير في جيتك رسمية. نبيلة بلبلة بلبلة نبيلة. هي يا ماما. اللهم احفظنا اللهم احفظنا. الله والخفي عاوزك. لكن انا مش عايزة اشوف ولا عايزة اتكلم معاه. دي مش بمزاجك يا بنت عمي، ده غصبت عنك وعن اللي خلفتك. انت عايز مننا ايه يا مجرم؟ ما خلاص فرجت بنت، مش انا اللي طلعت مجرم، ده لسه السامي بتاعك هو اللي خلاص لمس اساوي الحكومه. سامي؟ سامي سامي كلب حرامي خطف اللقمه من قدامك. لا ده انت شارب حاجه على الصبح وجاي تتسلى علينا، او ده اللي كان ناقص بقى. خلاص يا وليه يا حربايه يا سامي البلاوي. الاستسلام بتاعك هو اللي اختلى سوالس مع المجاور وهو اللي قتل خصوصي. انت كداب. التليفون قدامك تصلح وانا اللي مصلحه بايدي علشان تتصل بالحكومه وتسالي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ عايزه تخرجي اخرجي، محدش هيحوشك. انا خلاص عملت انصراف للجيش بتاعي. اخرجي عشان تشوفيه هو مترحل على السجن. سامي يترحل على السجن؟ ومن السجن على المشنقه والمشنقه على جهنم بتذكره واحده ولا حساب رايح ومش جاي. انا متاكده انه بريء والبتاعة دي متلفة قالوا وانت السبب. لكن انا مش هسكت، هجيب له اكبر محامي في البلد. وفر فلوسك يا بنت عمي، وفر فلوسك ولا طلعيها رحمة ونور على مرحوم خصوصي. خصوصي اللي كان بيحبك ومات على شانه. خصوصي لذا حصل ما قدر الله ورجع للدنيا دي تاني مش ممكن يحبك ولا يعبرك لانك ما حسيتش بيه ولسه مش عايزه تحسي بعد كل اللي حصل. الكلام ده مش من قلبك، انت بتموت فيها. انا عارف الحب. انت مجربه؟ وهو الوحيد اللي ما قدرتش اقتله. وانت برضه مش هتقدر تقتله. لكن انا ما اقدرش ارجع لها. عشان بتدافع عن سامي. بكره لما تتاكد من الحقيقه هتكرهه وهتعرف قيمه خصوصي. ما هو كمان خصوصي ما اقدرش ارجع لها خصوصي، والا سامي ما ياخدش اعدام. وكمان ما اقدرش ارجع لها الخط، دي مش طايقه اشوف خلقيته. بس انت قلبك مش هيطاوع تبعد عنها. هتعمل ايه؟ مش عارف بس انا مش حاسكو اكيد هلاقي لعبة. يا حي يا حي يا حي بريء بريء. ما قتلتش حد ما قتلتش حد. وقف عندك. على وين رايحة؟ نعم. مالك عم بتبكي على القاتل؟ طب ابكي على القتيل. اعملي معروف يا ست، انت سيبينا في حالنا. اسيبكم في حالكم كيف؟ هو انا حاسبكم وصل؟ انت مالك ومالنا يا ست انت؟ انت عايزه مننا ايه؟ انا ام الولد مرات عمك. ام خصوصي. والخب. يا روحي يا اختي، اسم الله عليكي، اسم الله. سلامتك يا بنتي، سلامتك الف سلامه. خير؟ سلامتك هانم، مالكش مصلحه انت اهو، انت اهو.
سلامتك يا بنت ألف سلامة. تعالي يا حبيبتي، تعالي اقعدي يا روحي. دعمي زهلين، اقعدي يا حبيبتي، اقعدي. دعمي زهلين، سلامتك ألف سلامة يا أختي. اجري دش لها فحل بصل لأجل تشمه. نعم يا أختي. أنت طالشة يا ولية؟ بقول لك اجري دش لها فحل بصل لأجل تشمه. فحل بتاعي أنا أشم فحل بتاع؟ لا يا حبيبتي، أنا هجيب لك شوية كولونيا. كولونيا؟ يا دي الفضيحة أم جنادل، يا دي الدرس أم حنادل، إحنا عندنا بنات تشم كولونيا. اه لو سمعك الخت كان طخك عيارين وغسل العار. هو ايه يا اختي الكلام ده؟ انا خلاص فقت، مش عايزه اي حاجه، انا كويسه دلوقتي. ده قد منيح، قطيعه تقطع البنات ودلع البنات. ودي قاعده، امسك يا وليه. هتحط يا بيت اهي اهي يا سمو الولد قطيعه. ايه عم بتبحلق وفيها كده ليه؟ اجري يا بنت في الزقوم شوفي طبخين ايه. طبخين ايه ليه؟ هو انت هتتغدي معانا؟ لا هتغدى في مسمت، يعني مرات عمك خبوك تدلى مصر وهتتغدى فيه. عندنا طبعا يا اسط ام الولد. امال ايه دي الاصول؟ بس اصل احنا خايفين لحسن اكلنا ما يعجبكيش. لا ما تدقيش في دي، احنا اهل، واذا ما عجبنيش الغدا هيعجبني العشاء. نعم، هو حضرتك هتأنسينا لحد العشاء؟ جرى ايه يا بنيتي؟ مش دي العصور برده؟ ولا يعني مرات عمك تزوركوا طياري زي الغرب ما تقعدش حداكوا 10-15 سنة؟ سمع يا ماما، بصي يا اختي، شوفي بصي. ايه ده؟ ايه قد حنين حن حن بحلو حن قنع. قولي لا لا منيح. يلا على فوق يا صبايا. ايه اللي شايفينه؟ خلاجات يا بنيتي، امال كيف هقعد على قلبكم من غير خلاجات؟ خلاجات يعني ايه يا ماما؟ يعني بتوع يا اختي بتوح. ايه عم بتتودودوا على ايه تفلى الشر؟ مفيش حاجه يا اسط ام الولد، مفيش حاجه، اصل انا كنت ناويه النهارده يعني ابعت بلبل تقعد كام يوم عند اهل امها. اهل مين يا مقطوعه؟ مقطوعة دي يعني بتاع برضه. أهل أمها يا مقطوعة ولا أهل أبوها؟ أهل خصوص اللي ما تقتل من تحت راسها، ها؟ يا دي الفضيحة أم جنادل، يا دي الدلسة أم حنادل. إيه؟ في إيه؟ بقى ما عارفة شيء. معلوم، اقلب القدر على فمها تطلع العيبة لأمها. يا دي النيلة على أمها وسنين أمها، أنت وابنك حاطين نقركم من نقري ليه؟ هتعمل إيه يا ولية؟ هتجازمة ليه؟ حاضر يا اهو يا اختي. بقى يبقى ولد عمك مقتول في داكي وانت لابسالي زي الغوازي. ليه ما تلبسيش الاسود عليه؟ ايوه بس هدي اعصابك، انت عندك حق، بس انا اصلي ما عنديش فستان اسود. وانا ما عنديش غير اسود في اسود، هتلبسي وانت امك خلاجات من خلاجاتي. نعم انا البس من هي الكلمه، هتلبسي انت امك جلاليب سودة ولا تدلع الصعيد وابعت لكم الخط. لا 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 لا، ما تنرفزيش ابن عمي، خلاجاتك. همك اعملي لك همه شويه، ساعتين يا بنت في حزمتين ملاحيه. حاضر اهو. خلاص يا سمو الولد، لتت العجين يا اختي. خلاص منيح، يلا عليكم على الغسيل لاجل ما ترجع تاني للخبيث. خبيث وغسيل؟ حضرت من جناح يا ولية، حضرت من جناح. مفيش يا اختي، مفيش من عليا الاثنين. حاضر يلا هم. حاضر يا اختي. هم يا ولية. يا رب ربنا يخلي لك سر خير يا ولية. حاضر يا اختي. حاضر هم يا ولية. ملك خصوص الله يرحمه كان دايما يقول انه عايز مرته تكون ست بيت. انت عايزه الحقيقه يا مرات عمي، خصوصي كان طيب قوي، وانا في وقت من الاوقات حسيت انه صحيح بيحبني، لكن سامي هو اللي خلاني ما صدقوش، وهي دي غلطتي. طب ما دام انت جريت بغلطتك يبقى لازم تصلحيها. واصلحها ازاي؟ يعني انا اقدر دلوقتي ارجع خصوصي؟ لا طبعا، والمصيب ان انا كمان ما اقدرش ارجعه. طب اعمل ايه؟ انا مستعد اعمل اي حاجه. اي حاجه؟ ايوه طبعا، على الاقل اريح ضميري. اي حاجه؟ ايوه اي حاجه لو اقدر اعملها. طب رايك ايه لو تتجوز الخط؟ نعم. مش طايقه روحك من الفرحه مش كده؟ انت بتقول ايه يا بتاع انت؟ انا اتجوز الخط؟ يا بنيه من الاثنين واحد، الخط هو خصوص وخصوص هو الخط.
ده لو انطبقت السماء على الارض انا لا يمكن اتجوز مجرم قتل قتله. يا بنيه الخط يزعل يتفلق ده. طب انا هتدلع على الصعيد وهبعت لك الخط وانت وكيفك. اشمل اليمين ايمن الشمال اشمل اليمين ايمن الشمال. فرق الشلقامي من بحر يلف وفرقة ابو دومة من قبل يلف. حتى الدين حد حمدي بحلو احنا منيح كلها منيح. اهو باش الخط احتل الجنينة عشان يبقى يعجبك. انا هوديه في داهية لما الحق اكلم الظابط قبل ما يقطعوا سلك البتاع. هم راحوا فين؟ قديسي نعمين. هتلف من باب المطبخ وتفقع الطباخ والسفره دي كل واحد قلمين. ودب بعد بديهة الشعب زي ما كنت بعمل وانت بتفتح سلك التليفون. ودب رشاد دي موجود؟ يا خبر. طب من فضلك لما يبدا قول له يكلم نبيل عشان الخط. يا اختي ابتمي نفسك يا ولية حربايه. انا بتلكك لك انت بالذات وما عايزش اسمع صوتك. باب النيله اللي عليا وعلى سنين الصوت. ها ايه عروسه المولد؟ انت ابن عمي وانا محذرك. اهرب بسرعه بعد ثواني الامن المركزي كله هيكون هنا وهيهجم عليك. يا ماي يعني ما انتش خايف؟ بلبل انا جاي قاصد كل خير مانيش قاصد شر. انا اول مره اشوف واحد جاي يخطب واحده وبيهددها ببتاع. إيه؟ بلاش من البتاع خلينا في البتاع. انا ما انفعكش يا خط وانت ما تنفعنيش. ليه ده انا هجيبك جوي 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 بكره هتشوفي. بكره ده مش هيجي ابدا. انت عايز لك واحده تعمر لك بندقيه تطبخ لك قتيل تخلف لك خطوط وخطوطات. صح انا عايز كل عيل ينزل وصاحبي السواب معاه. لكن انا عايزه انسان طيب يحس بيا واحس بيه. انسان كده زي خصوصي اللي عرفت قيمته وندمت عليه. هتتكلمي جد ولا هتستلطخيني؟ ما عندكش فكرة انا احترمت خصوصي قد ايه وحبيته. بس يا خسارة بعد ايه؟ ما خسرتش ولا حاجة الموضوع لسه في ايديني. قصدك ايه؟ قصدي يعني لو خصوصي لسه عايش هتتجوزيه؟ طبعا وفي الحال. أنا خصوصي يا بلبل. مش معقول أنا مش مصدقة عليا. خصوصي ما تصدقوش يا بلبل ده عفريته. أنت هترجعي تنقلنا فيها تاني يا تن. خصوصي يا حبيب بلبل أبدا وخان السبع دخان. إيه دي بافتة؟ في حد سأل عليا؟ آه في واحدة اسمها نبيلة بتقول عشان الخط. اقفل بقك ده. أنا الخط. لا وقال ايه بعد ما يطلع البلا على جدتي لا يطلع لا فيه لا خط ولا بتاع. ومفيش كمان ام الولد. مش معقول مالنا. يا خبر بعد ما لبستني سعديه وخليتني خرط ملوخيه. ابن جنيه انا. الو ايوه انا نبيله. ايه فيه؟ ايوه مين؟ رشاد بيه؟ من غير ما ترد رد يكون في خطورة عليكي. لو الخط عندك حاولي تشغليه وتعطليه لحد ما ابعتلك قوة تقبض عليه. لا 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 خط ايه اللي عندي؟ ما شفتوش وما جاش. لا ده انا كنت بكلم حضرتك عشان اشكرك لانك خوفته ما خليتوش يعاتب هنا خالص. يا ستي العفو. العفو على ايه؟ اي خدمة. على فكرة عندي لك خبر هيفرحك جدا. بكرة الصبح حكم الإعدام هيتنفس في سامي. إيه؟ حكم الإعدام هيتنفس في سامي بكرة الصبح؟ إيه؟ طب يا فندم متشكرة قوي قوي مع السلامة. خصوصي نعم. أنا حبيتك لأنك طيب وعندك ضمير. هتسيبه يتشنق وهو بريء من تهمة قتلك؟ لا طبعا مستحيل. ده أنا عملت كده علشان أديله درس ما ينساهوش وكنت ناوي أنقذه في آخر لحظة زي عمر شريف ما كان عايز ينقص عبد الوارث فارس في فيلم احنا بتوع البتاو. انما ما 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 طب اتصرف يا خصوصي ده هيشنقوه بكره الصبح. طب اطلبي لي الظابط على التليفون. امسك. الو رشاد بيه.
الو الو، ازاي حد من الاخبار الرجاله بتوعي قفل الخط والعمل يا خسوسي؟ يلا بينا نروح للظابط دلوقتي روح حالا. يلا حق بطلوا ده واسمعوا ده اللي بيجرى ده يا اخواتي، لا حصل ولا كان، يا ساتر. يا ماما ايه ده؟ ايه هيكون ايه يعني؟ تلاقي بتاعه وطقت من جنابها. يا خبر يا خسوسي، ودي هنعمل فيها ايه؟ هنجيب لها دكتور بيطري. وده هنجيبه منين دلوقت؟ خش افتح الشنطة من جوه. طيب بسرعة يا خصوصي، هي البتاعة بقت كام دلوقت؟ بتاعة ايه تاني؟ الساعة يا اخي. خصوصي انا افتكرت حاجة. ايه؟ افتكرت بتاعة تاني؟ لا دلوقتي انت لما تروح تبلغ الضابط انك ما متش وانك لفقت البتاعة لسامي، مش فيها مسؤولية عليك؟ اه طبعا، واكيد هتحبس فيها وهتبقى فل. ومش خايف وبتصلح البتاعة عشان تلحق تروح تبلغ الضابط؟ ما انا لو ما عملتش كده ما بقاش خصوصي وما استهلكيش. يا حبيبي يا خصوصي. وهكذا التقى الحب بين الاطلال سكريني. عندك انت وهي رجل بالنار. يا خبر ايه ده؟ يا نهار اسود، ما ده اللي يطلع الخط. حكايتكم ايه؟ فاكرينها سايبه ما فيهاش غفير؟ ولا انا كل يوم اشد الواد وبت على النخفه؟ ارجوك ارجوك تروح على الرسول. ارجوك اوعى تحط يدك في جيبك وتطلع فلوس، حالها افهم منك وهوديك على النقطه برضيتك. ودي تبقى جدعانه منك برضو؟ لا جدعانه منك انت، المسخره اللي انتوا عاملينها دي. معلش معلش، حقك عليا، استر عليها، ده اهلها الصعايده يذبحوها. لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يستر على ولايانا. ولما انت بنت ناس ما ربكيش ليه؟ انا ما تربيتش قليل الادب. الله يخرب بيتك. انا قليل الادب يعني انت الربايه؟ ايوه اهو انت وستين اهو انت. لا انت ما كنتش فيك خير، وداني على النخ انت وهو. يا معالي الغفير، انت قلت ما تعرفهاش، دي مجنونه. المجنونه تعجل في النخ. انا قليل الادب. معقول؟ ايوه سامع. يا سيدي انا اللي ابن كلب وهي كمان. صح طول عمرك قليل الادب. لا ما تخافش منه وما تسكتلوش يا خصوصي، ماما طول عمرها تقول ان الاشكال دي ما تجيش غير بالسك. طب وحياة شنبي، ولا يكون على حرمه لجرك انت وهو على النقطه فوق الدرار. خد يعني عجبك كده في نهارك الاخبر؟ اخبر يعني ايه؟ اخبر يعني ايه؟ ودوعته؟ لا ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه. انت تحب ستك تركب معانا؟ انت هتركب عربيتي؟ مالكيش دعوه اركبه وانت ساكته خالص. حاضر. هو انا اتكلمت؟ ما عليك تحب السوق ولا سوق انا؟ انا ما عرفت اسوق غير بهايم. غير ايه؟ بهايم. خمسه باب ولا اربعه باب؟ لف حضرتك لف. سوقني بالباب اللي عندك. افتح افتح اكتف. طيب يا مرحبتي. الكاوتش كله فرقع، انزلي واجري. الله يا خصوصي، عريف وجماله. حلو حلو قوي قوي، ما تخليكي كده على طول. اختفى
تحكيش على دمك وروح شوف لي حاجه البسها. هروح مشوار لغايه بورسعيد اجيب لك فستان هايل وجاي. عيب كده ما يصحش، ولا عايزني افضل كده من غير بتاع؟ استنين هنا دقيقه واحده. جايب لك اخر موضه علشان ما تبقيش تقولي محارمك من حاجه بعد كده. غمض عينيك، اخسى عليك، غمض عينيك. اهو مغمض عينيه اهو. البسي بعد ما اجيلك حالا. رايح فين؟ ما تسيبنيش هنا لوحدي. اجيلك حالا. عشان ترجع لعيشة اهلك. الله يس. الله يا خصوصي، دي هتبقى فوز هتجنن. مش كده؟ كمان سنة هتشرق شنقة تجنن. درجن 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 درجن. هي العزبة اللي فيها التحليل. اسأل البتاع اللي جاي ده. بقول لك ايه يا حبيبي؟ تعال تعال. بقول لك ايه؟ انا ما شفتش حاجه ولا اعرف حاجه. يا ابني لسه سألتك على حاجه برضه. ما شفتش حاجه ولا اعرف حاجه. يا حبيبي بص لي هنا، بتبص على ايه؟ طب ايه اللي ما شفتوش وايه اللي ما تعرفوش؟ ولا حاجه. ابويا قال لي لما المباحث وتيجي تسألك قول كده. برافو برافو. يعني المباحث كانت هنا؟ اللي كانوا هنا خلصوا ومش. وحضرتك مش مباحث يا بيه. انا ما اعرفش حاجه وما شفتش حاجه. تفتكر مشي حقيقي؟ انا ابويا قال لي ما تقولش حاجه. اهي العربيه اهي، بسرعه شويه يا سوسي. هنعمل ايه بالعربيه من غير كاوتش يا فلح؟ هنقفلها ونكمل بالحمار. وقف عندك التوهيه، وقف عندك التوهيه، وقف عندك التوهيه، وقف عندك التوهيه. ابن الديت حنحل بحلوح الليح. قول لا لا. النيح انزل انزل هنا قدامي انزل. هو ده اللي سرق حمارتي كلام غفي ده؟ ايه عبدك؟ واديني كمان طلعت حرامي حمير. الحمد لله على سلامتك يا بلبله. اسمها ايه؟ بلبله. سامع اللي طلع لي فيها حمار اسمها بلبله. اكتم النفس منك ليها. فوق قدامي 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 فوت ماشي. انا هوريك. يلا قدامي على النخره. فوت فوت قدامي. طب قول لا. الو كده؟ طيب انا متشكر. الحمد لله في اللحظه الاخيره. الحمد لله الحمد لله. بس سامي هيفضل محبوس لحد ما يتحاكم هو والمقاول بتهمة الغش والاختلاس. الحمد لله. اهو كده تبقى ريحت ضميرك يا خصوصي. يلا بقى نروح نتجوز. الحمد لله. يلا تتجوزوا ايه؟ انت لسه يا استاذ هتتحاكم بتهمة ازعاج السلطات وتلفيق الادلة انت واللي اشتركوا معاك، وما تنساش كمان سرقة الحمارة. الحمد لله. ايه ده؟ يعني انا هتحكم عليها قد ايه؟ يا رب تكون مدة طويلة عشان الحق اعمل فستان الفرح. الحمد لله الحمد لله. قد الدين هنحل بحلوح الليح. قول لا النيل.